ونروح للمجتمع وعاداته وتقاليده اللي مش سايبه الحقيقه المراه في حالها ابدا، وخصوصا المطلقه. يعني تعالوا نشوف راي ناس في الشارع، وفي سؤال مباشر جدا، انت بتشوف الست المطلقه ازاي وايه نظرتك ليها؟ تعالوا نسمع الاجابات ونرجع لكم مره تانية نتكلم مع بعض. بالنسبه لاسباب الطلاق لا يعلمها، هو قدامه بس ايه، سيده مطلقه، لكن ما يعرفوش اسباب الطلاق ايه. احيانا بتبقى الاسباب من جانب الزوج، ان هو زوج متمرد جدا وهي انسانه اصيله ومتربيه، فقدرها انها وقع مع واحد يعني بيته مش كويسه، فمش معنى كده انها تبقى انسانه ما هي سويه. لا برضه هذا نظره يعني معيبه من المجتمع، انه يتهم احد بلا ادله. يجب ان يكون كل انسان له حياته الخاصة ونحترم حياته الخاصة. مش ممكن، احنا مجتمع شرقي وهيفضل طول عمره شرقي، الا اذا غيرنا مفاهيم الناس، نغير مفاهيم الناس من الحضانة، من الابتدائي. كل الثقافة كويس، سوء اخلاق. الست المطلقة سليم بتبقى ايه، عملية مقفولة عليها شوية، ما بتبقاش واخدة راحتها زي البنت، زي اللي لسه يعني اللي متجوزتش ادي، لكن هي عادي ما فيش اي مشكله. بالاعلام والنشأ في التعليم الابتدائي، من التعليم الابتدائي لغايه الجامعه، هو ده التعليم، يعرف الست المطلقه ان هي ست محترمه. ده المجتمع المصري بيبص لها كده كمصدر شبهه، وبعدين بدون راجل، فراحت هنا ليه وجت من هنا ليه. موروث ثقافي يا خباك كده، ان المطلقة من غير راجل، وبالتالي هي بتحتاج لراجل، وبالتالي لو هي راحت اي مشوار بدون حد معاها مثلا، يعني الشبهة بتروح ليها. لكن ده حاجة يعني، لو احنا في 2017 داخلين 2018، لابد ان احنا عقليتنا ترتقي، ان احنا نبص للمرأة المطلقة نظرة احترام اكثر مما بنبص لها دلوقتي.